يعني الأوضاع في مدينة خان يونس لا زالت على حالها رغم انخفاض حجم الغارات الجوية الإسرائيلية يعني على عكس الأيام الماضية، لكن الوضع في مدينة خان يونس لا زالت متواصلة حتى هذه اللحظة من حيث عمليات القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي. اليوم تم انتشال 12 شهيدا من أماكن متفرقة من مناطق الجنوبية والغربية لمخيم خان يونس، حيث استطاع المواطنين الوصول إلى وتم هؤلاء الشهداء والذين استشهدوا خلال الأيام الماضية، حيث كان بالأمس أيضا تم انتشال 22 شهيدا، واليوم تم انتشال فيما لا يزال عدد كبير من الشهداء متواجدين داخل الشوارع والأزقة في منطقة المخيم الغربي ومنطقة حي الأمن، بالإضافة إلى منطقة قزان أبو رشوان وقزان النجار، بالإضافة إلى الشهداء عشرات الشهداء من الذين في اللحظة في شوارع مدينة خان يونس. لكن اليوم كان هناك واضع القصف المدفعي الإسرائيلي على بعض المناطق الغربية لمخيم خان يونس، تحديدا في منطقة الصناعة ومنطقة حي إلى تربع سكني في منطقة قزان أبو رشوان، واستمرار عمليات القصف المدفعي على هذه المنطقة مدينة خان يونس بعدد من التفجيرات وأيضا الغارات الجوية الإسرائيلية علاوة على عمليات القصف المدفعي. منذ ساعات الصباح وصل عدد الشهداء خلال الـ 24 ساعة إلى أكثر من 36 شهيدا وعشرات الإصابات الذين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي، فيما تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة حصارا مشددا على مستشفى الأمل التابع لجمعية الأحمر، وأيضا تقوم بعمليات القصف لمحيط هذا المستشفى في ظل نقص كميات الأكسجين في المستشفى وهطول الأمطار وتضرر أسقف هذه المستشفى وسقوط بعض الأمطار أو هطول الأمطار على المواطنين النازحين، وهم يعني عدد كبير من المواطنين الذين لجأوا وما زالوا حتى هذه اللحظة داخل مستشفى الأمل، يعني المياه وصلت إليهم بسبب تضرر أسقف هذه المستشفى بفعل القصف والغارات الإسرائيلية المتواصلة على مستشفى الأمل ومحيط. الأوضاع في خان يونس لا زالت على حالها رغم انسحاب بعض الآليات الإسرائيلية من المناطق الغربية وتمركزها الآن، يعني انسحبت لعدة ساعات ثم عادت هذه المنطقة القادسية إلى منطقة حي الأمل إلى منطقة مستشفى الخير وجامعة الأقصى، وبالتالي هناك خطورة كبيرة في تحرك المواطنين المناطق الغربية لمحافظة خان يونس. أشكرك إبراهيم قنن مراسل الغد، كنت معنا من رفح.